أهلاً 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 وسهلاً بحضراتكم، عاملين إيه؟ كله تمام؟ طيب، يمكن المقدمة بتاعة الحلقة النهاردة كانت منصبة كلها وأساسها الحقيقة على أكاذيب الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية في فلسطين، ومش الأكاذيب كلها يعني، لأن إحنا لو قعدنا نسرد الأكاذيب كلها من ساعة بداية الصراع وبداية القضية مش هتكفينا يعني ولا 100 حلقة حتى، لكن الأكاذيب الأخيرة يمكن المذيع حاول قدر الإمكان يحصرها تقريبا في حوالي 8 أكاذيب في الجولة الأخيرة واللي بدأت من 7 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة. مصر قامت بدور تاريخي إلى أبعد الحدود، تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، دور محوري، ركيزة أساسية لمنع تصفية القضية الفلسطينية والحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين لأي بقعة خارج أراضيهم حتى لو في الداخل الفلسطيني. يعني اللي من غزة يفضل في غزة، اللي من شمال غزة يفضل في شمال غزة، اللي في الوسط يفضل في الوسط، اللي في الجنوب يفضل في الجنوب. طيب السؤال بقى، ايه الدور اللي لعبته مصر بشيء من التفصيل حتى يستطيع المشاهد العربي عموما مش بس المصري انه يبلور القضية قدام عيني؟ خليني ارحب بضيوفي الاعزاء داخل الاستوديو. دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، منورنا دكتور. اهلا بحضرتك سيادة النائب. كله تمام؟ كله تمام. كاتبنا الصحفي وصديقي العزيز اسلام عفيفي، منورنا. عامل ايه يا اسلام؟ الحمد لله بخير. اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام؟ جدا. طيب استأذن نبدأ باليمين، نبدأ بدكتور طارق. دكتور طارق، لو حبينا ان احنا نضع بلورة مركزة للدور المصري على الاقل في الجولة الاخيرة. جميل. تحياتي لحضرتك سيادة النائب والاستاذ اسلام. طبعا الدور المصري دور راسخ وواضح ومنذ اللحظة الأولى على مسارات متعددة، سواء في مسار تقديم المعونات الإغاثية بشكل يتناسب مع حجم الاحتياجات والمعاناة في قطاع غزة، في مسألة تقديم أفكار وأطروحات فيها عناصر المرونة التي تستطيع أن تخفف التصعيد في نهاية المطاف، وصولا إلى مسار التسوية السياسية الشاملة باعتبار الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى أكد أن ما حدث عمليات 7 أكتوبر ما هي إلا عرض لمرض، والمرض والأصل جذر المشكلة هو الاحتلال، هو الاستيطان. فأتصور أن كل هذه المسارات تسير فيها الدولة المصرية، حتى أن مسار رغم الظروف الاقتصادية للدولة المصرية كما تفضل يعني 70-80% من المساعدات تقدمها الدولة المصرية. فيعني مسارات وتوجهات الدولة المصرية واضحة وكاشفة وبمثابة نور فيما يتعلق بهذه القضية المزمنة، قضية العرب المركزية الأولى، وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية وضرورة يعني العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن المتاجرات. يعني مصر لا تريد إشادة ولا تريد تصفيقا، وإنما مصر تطلع بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والسياسية والقانونية، وتسير دائما في هذا في هذا الضرب وذلك وتلك الأنساق المتوازية، بعيدا عن أي ترهات أخرى، والترهات كثيرة كما سنتعرض في الحلقة بإذن الله. هنا هرجع للكاتب الصحفي أستاذ إسلام عفيفي، والصحفي بطبيعته راصد والكاتب بطبيعته يحلل. يمكن كنت أنا بقول هناك أكاذيب إسرائيلية مستمرة على قد رصدي المتواضع، تقريبا حوالي 8 أكاذيب رئيسية اشتغلت عليهم إسرائيل خلال الفترة اللي فاتت من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. طبعا من أسوأها وأدناها خلقا هي الإدعاء أن مصر هي اللي بتعطل المساعدات، مع أنه مصر هي اللي بعت أكثر من 80% من المساعدات. بترصد الأكاذيب إزاي يا إسلام؟ وبتشوف إيه السر وراء أن إسرائيل مستمرة في هذا الإدعاء الكاذب؟ هو ده الأهم أن احنا نطرحه دلوقتي. حلو. في اللحظة دي فكرة أن استهداف مصر، لماذا استهداف مصر؟ أي يعني طفل يجيد قراءة وكتابة أو مشاهدة فيديو على اليوتيوب سيرى دور مصر موثق صوت وصورة بالفيديو بالكلمة بالمؤتمرات الصحفية بالتصريحات الرسمية سواء من السيد الرئيس أو من وزارة الخارجية. يعني ليس هناك مجال لجدل أو شك أو تشكيك أو تزييف أو تدليس أو تزوير، قل ما شئت. لكن خلينا نقول أن هناك لاءات مصرية كانت واضحة منذ بداية العدوان، هذه اللاءات كانت بمثابة العقبة لتحقيق أهداف هذا العدوان. اللاءات لا الأولى كانت لا لتصفية القضية، لا الثانية لا للتهجير طوعي أو قسري، وزي ما حضرتك أشرت هنا
ان ولا من الجنوب للشمال ولا من الشمال، لا ده خلينا اقول لحضرتك كمان المستشار احمد فهمي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه قال كده، التاكيد في اخر في البيان، بيان اول من يومين بعد قمه العقبه، قال تحديدا كده التشديد على عوده النازحين الى الشمال الى بيوتهم الى منازلهم. فاحنا هنا مش بنتكلم بس على انهم تهجير خارج، لا ولا تهجير في الداخل زي ما حضرتك اشرت. لا الثالثه لا لحصار القطاع ولا لتجويع اهل غزه، وان ده بيفرض على المجتمع الدولي انه يضغط على اسرائيل منذ اللحظه الاولى لادخال مساعدات ومواد اغاثيه ومساعدات طبيه وغيره. من الذي خصص مطار العريش لاستقبال المعونات والمساعدات اذا كنا نغلق المعبر؟ يعني احنا انا هتكلم بالمنطق بالعقل. ومستشفيات العريش يعني للمصابين، 1000 مستشفى في خان يونس، مستشفى ميداني مصريه، بنتكلم في ادخال شاحنات 106 شاحنه كانت موجوده على المعبر رفح تنتظر الدخول. مصر مهدت من الجانب الاخر الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال بحكم انها سلطه احتلال، مهدت الطريق لكي تدخل المساعدات المصريه والعربيه والاجنبيه. إذن يعني الكلام هنا كلام كله كلام تدليس تزوير تزييف. السبب بقى وده الأهم، مصر نجحت في فتح كل الممارسات وكانت عقبة كأود في وجه كل الأهداف الاستراتيجية اللي أعلنت عنها سلطة الاحتلال على لسان رئيس وزرائها نتنياهو، وبالتالي كانت النتيجة المنطقية محاولة تشويه سمعة مصر دوليا أمام محكمة العدل. مصر يعني بالتأكيد مصر كانت يعني صوت العقل في هذا في المنطقة، ولا نزايد على أحد، مصر كانت هي الوسيط الموضوعي الموثوق من كل الأطراف إقليمية وحتى المتحاربين أنفسهم. مصر كانت تستمع إلى كل الأطراف وتنقل بأمانة شديدة الرسائل ما بين. مصر سعت مش بس إلى هدنة مؤقتة أو إلى وقف إطلاق نار، لا مصر يعني كانت دائما هناك دبلوماسية استباقية فيما يحدث من أحداث. يعني الجميع كان يتحدث عن هدنة مؤقتة، كانت مصر تتكلم عن أو وقف إطلاق النار، كنا نتحدث عن هدنة أو طويلة العالم يتحدث عن هدنة، نحن نتحدث عن وقف شامل ومستقبل غزة والتفاوض على دولة فلسطينية لأن هو ده الحل الوحيد. كل ما فعلته مصر من يعني كشف لممارسات سلطات الاحتلال خلال تقريبا 100 يوم اللي مرت، وقامت بنجاح كبير جدا في مع شركائها الاقليميين والدوليين والصوت. يعني يكفي يا استاذ يوسف، يعني لم نرى من قبل مظاهرات في لندن ونيويورك وواشنطن ويعني وباريس المجتمع وبرلين. الغربي كله، الراي العام الغربي لم يكن يتحدث يعرف اين فلسطين، الإعلام الغربي لم يكن يتحدث إلا بسردية إسرائيلية. الآن هناك توازن وهناك موضوعية في الطرح وفي الرؤية، والكلام الآن عن ضرورة وقف هذا العدوان وهذا الاعتداء. عندما تتقدم دولة زي جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية باتهامها بإبادة جماعية، وأول من تحدث عن إبادة جماعية وأنه عقاب جماعي كانت القاهرة وليس أحد آخر. هذه المصطلحات سقطها القاهرة، سقطها القيادة السياسية والدبلوماسية الرئاسية بكل مفرداتها، وتم طرحها بسردية مصرية عربية تلقفتها وسائل إعلام وتحدثت بهذا الشكل، وتم طرح المسألة بهذه الرؤية المصرية الخالصة. فكان طبيعي يتم استهداف مصر ومحاولة تشويهها. حلو جدا، أنا هستأذنكم هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل علشان ذكرت مسألة المظاهرات اللي موجودة في عواصم القرار لو صح التعبير، ويمكن من عواصم القرار اللي أنا أشوفها للأسف الشديد بتساند الكيان الصهيوني توجد هناك أيضا مظاهرات لمساندة الشعب الفلسطيني في قضيته وتدين الاحتلال بجرائم الإبادة. فهنروح لده بعد الفاصل، أستأذنكم خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بضيوفنا الأعزاء، دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية وكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي منورنا داخل الاستوديو، وبالعودة مرة تانية لدكتور طارق. ويمكن
على الخلفية بتاعت أن هناك عواصم لصناعة القرار زي لندن، من الواضح جدا أنها تسير على نفس ذات النهج ألا وهو دعم الكيان الصهيوني المحتل، لكن في نفس ذات المشهد بتجد أن هناك مظاهرات كبيرة وكثيفة سواء إذا كانوا إنجليز أو من الجاليات العربية بيتظاهروا لدعم ولإظهار حق الشعب الفلسطيني. السؤال، ما الذي تريد لندن من دعم الكيان الصهيوني في خضم كل هذه الأحداث المؤسفة واللي أصبحت مفضوحة أمام العالم؟ جميل سيادة النائب، يعني بريطانيا هي المستعمر القديم والوريث الآن هي الولايات المتحدة المستعمر الجديد، يعني هي إسرائيل في النهاية لا تعد أن تكون نقطة ارتكاز استراتيجية لهؤلاء وتمثل هذه المصالح، وحتى أن القيادة جو بايدن ذكر أنه لو لم توجد إسرائيل لقمنا بخلقها خلقا لما تحققه من فوائد. لكن أنا أتصور الآتي، أتصور أنه يعني هذا الدعم اللامحدود وذلك التخبط وهذا الترنح والتناقض ما هو إلا إنعكاس لهذه الهزائم، يعني هزيمة تعلوها هزيمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لم يحقق شيئا مذكورا، يعني لم يحقق ولا هدف سياسي كما هو معروف ولا هدف عسكري ولا هدف استراتيجي، وفشل إعلاميا وأخفق أمنيا ورسب استخباريا واستراتيجيا، يعني إذن هو فشل مغلف بفشل، فشل يعلوه فشل من فوقه فشل، إن أخرج الإسرائيلي أو الأمريكي رأسه لم يكد يرى إلا ذلك الفشل ولا يجد إلا السراب، وإذا وجد عند إذا يعني ذهب عند ذلك السراب وجد هذه المقاومة بكل تلك البطولات وكل تلك النجاحات التي حققتها. أتصور الآتي، أتصور أن إسرائيل مسكونة بالفشل، مسكونة بالهزائم كما ذكرت، هزائم في على كل المستويات، ويعني وإسرائيل حبلى بالهزائم، يعني هزائم على كل المستويات والصعد، ليس فقط العسكري والسياسي والاستراتيجي بل الإعلامي والأخلاقي والإنساني. هذا الفشل، يعني إسرائيل عندما نقول حبلى بالفشل بأجنة الفشل كل أنواع الفشل، فأتصور الآتي، يعني وكأن يعني هذا المصاب الذي يحمل الحامل لها مضاعفات هذا حملها لهذه الأجنة، لا مضاعفات تتمثل في الدوخة السياسية، عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية، بذهان تاتوني، بالقيء، هي تتقيأ. ليه؟ لأنها تارة تقول إن محور فيلادلفيا عبر تهرب مصر الأسلحة، وتارة أخرى تقول لا، إن مصر تمنع المساعدات. يعني هل مصر هي تقدم الأسلحة للفلسطينيين أم أن مصر تمنع المساعدات عن الفلسطينيين؟ يعني هل شوف هذه الدوخة السياسية وهذا القيء التي تقوم به الدولة الإسرائيلية، هل مصر مع الفلسطينيين أم ضد الفلسطينيين؟ هل مصر مع الجانب الإسرائيلي أم ضد الجانب الإسرائيلي؟ هي تقول شيء وضده، يعني مصابين بمضاعفات الفشل زي ما بمضاعفات الفشل طيب أنا معايا على التليفون الكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذة منال لطفي، مدير مكتب الأهرام بلندن. أهلا بك يا أستاذة منال. أستاذ يوسف، مساء ازاي الصحة، مساء النور. احنا طبعا معانا داخل الاستوديو دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية وايضا الكاتب الصحفي أستاذ اسلام عفيفي، ونتحدث حول ما بين الادعاءات الإسرائيلية الخائبة بانه يعني مصر هي من تمنع المساعدات او انه مصر تتوافق مع اسرائيل في احتلال محور فيلادلفيا تارة، وفي تارة اخرى تقول ان مصر هي اللي بتهرب السلاح للمقاومة. يعني هناك على ما يبدو اهتزاز في الخطاب الإسرائيلي من آن إلى آخر، لكن أيضا المظاهرات على ما يبدو لازالت مستمرة حتى في العاصمة البريطانية لندن. ومهم عندي أن أنا أعرف حال المظاهرات الآن في هذه اللحظة، هل خفت وطأة المظاهرات أم لازالت محتفظة بنفس ذات الزخم؟ الشارع اللنداني، هل هو الشارع العربي اللنداني أم هو الشارع اللنداني بمفهومه الواسع؟ بمفهوم الواسع بالتأكيد. أولا بريطانيا لا تتوقف فيها المظاهرات، المظاهرات على المستوى القومي تحدث كل بضعة أسابيع، لكن على المستوى المحلي على مستوى المدن تحدث تقريبا كل يوم، يعني كل يوم في شيء في فعالية ما لدعم القضية الفلسطينية. اليوم كانت مظاهرة كبيرة شارك فيها بحسب الشرطة البريطانية نحو 200,000، لكن بحسب المنظمين نحو 500,000. كانت ليست فقط لندن، كانت في باريس، كانت في واشنطن، الآن في واشنطن هناك مظاهرة ضخمة جدا.
هناك أيضا في السويد، في ألمانيا، في غالبية المدن الأوروبية. والسبب الأساسي كما تفضلت هناك بسبب الإخفاق الأمريكي الإسرائيلي الفادح فيما يتعلق بفلسطين، وبسبب الدعم الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية. هناك محاولة غربية على ما يبدو، وتمثلت وتجسدت في الهجمات غير الإنسانية وغير المفهومة على الحوثيين في اليمن. أولاً حتى هنا في بريطانيا، أولاً حضرتك سألت المظاهرات عربية إسلامية، لا طبعاً، نصف مليون بريطاني من كل الخلفيات، وأكاد أقول أنه الأغلبية تكاد تكون بريطانيين عاديين جداً، ليسوا مسلمين وليسوا عرب. الخطر الذي يراه الجميع هو أن بسبب الإخفاق أمريكا تريد أن تشعل النار في الشرق الأوسط كله بسبب الإخفاق الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي والإدانة الدولية لإسرائيل. طبعا أمريكا لا تستطيع التخلي عن إسرائيل في عام الانتخابات، وبايدن الآن بسبب عدم قدرته على اتخاذ أي قرار استراتيجي صحيح، وهذا معروف عنه على فكرة، الرئيس السابق للCIA روبرت جيتس والرئيس أوباما كلاهما لديهما حكم قاسي جدا على قدرة بايدن على اتخاذ القرار. بايدن أغلب قراراته في السياسة الخارجية على مدار الأربعين سنة الماضية كارثية بكل معيار، وهو الآن يريد أن يحاول الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كله، ليس فقط في غزة وفي القدس العربية المحتلة وأيضا في الضفة، يريد أن يحولها لحرب إقليمية ويقول أن إيران وحلفائها هي المشكلة. هذا غير صحيح بالمرة. الحوثيون، ما يقوم به الحوثيون هو محاولة منع إبادة جماعية. الحوثيون بأدوات قليلة جدا يحاولون الضغط على المجتمع الدولي برفع تكلفة العبور في البحر الأحمر، صحيح، لكن رفع التكلفة المادية لا تقارن بالثمن الدماء التي تهدر كل يوم، على الأقل كل يوم في 250 فلسطيني يقتلون أغلبهم أطفال ونساء. وبالتالي الحوثيون يحاولون منع إبادة، وأمريكا تحاول أن تمنع منع الحوثيين من منع إبادة. إذن أمريكا عمليا متورطة في إبادة ضد الشعب الفلسطيني، والآن تقوم بجرائم حرب ضد الشعب اليمني. وعلى المحك جنوب إفريقيا، نحن نلاحظ في بريطانيا منذ أن قدمت جنوب إفريقيا القضية أمام الICJ المحكمة الجنائية في لاهاي، هناك هجوم عنيف على جنوب إفريقيا، وأعتقد أنه على الإعلام العربي والنخب العربية والمؤسسات السياسية العربية أن تقوم بدعم جنوب إفريقيا طبعاً، سياسيا ودبلوماسيا، لأن هذه جنوب إفريقيا سوف تتعرض لكثير من الاتهامات ومحاولة تقويض مصداقيتها من أجل أن لا تنجح في مساعيها لإدانة إسرائيل في المحكمة، لكن بشكل مؤكد سوف يتم إدانة إسرائيل في المحكمة ومطالبتها باتخاذ قرارات لوقف الإبادة طيب الجماعية للتحدث. أستاذة منال، بما أنه الشارع اللندني زي ما حضرتك وصفتيه هو بشكله العام يعني يسير في هذه المظاهرات الحاشدة، واللي زي ما وصفتيها أنها قد تصل إلى حوالي نص مليون متظاهر، لكن في نفس الوقت الحكومة البريطانية لازالت على نفس موقفها الداعم للكيان الصهيوني المحتل الأراضي العربية، ألا يستطيع الشارع اللندني أن يضغط على مجلس عمومه حتى تدار الدفة ولو قليلا بعيدا عن الدعم الإسرائيلي؟ هذا سؤال مهم جدا. أولا كانت هناك انتقادات عنيفة لسوناك للمشاركة في الهجوم على الحوثيين أول من أمس، وهو لم يستطع أن يشارك في الضربة الثانية والثالثة التي قامت بها أمريكا خوفا من رد فعل في البرلمان، حتى نواب داخل حزب المحافظين الحاكم ناهيك عن حزب المعارضة. أنا اليوم كنت في مظاهرات لندن، في مظاهرات لندن اليوم كانت كل الانتقادات للطبقة السياسية البريطانية، حتى زعيم المعارضة كير ستارمر تم الهجوم عليه بالشدة، وكانت هناك كلمة للزعيم الحقيقي للمعارضة في بريطانيا جيرمي كوربين، هو الآن ليس زعيم لحزب العمال لكن في نظر اليسار البريطاني هو زعيم المعارضة الحقيقي في بريطانيا، لأنه يقول ما يشعر به البريطانيون والكثير من الناس حول العالم، أنه السير البريطاني الأعمى وراء الأجندات الأمريكية كلف بريطانيا سمعتها الدولية، كلف بريطانيا تكلفة فادحة جدا من مصداقيتها على المسرح الدولي. الآن هل يستطيع الشارع تغيير التوجهات؟ بالتأكيد، كير ستارمر يريد أن يكون رئيس الوزراء المقبل، وهناك مئات الألاف من الناشطين اليساريين في حزب العمال يرفضون دعم كير ستارمر، يرفضون الخروج لترك الأبواب والدعوة لانتخابه، يرفضون مجرد فكرة انتخابه. يعني نحن الآن في بريطانيا الشباب اليساريين بالذات ليس لديهم شخص يمكن أن يتم انتخابه، لا كير ستارمر ولا سوناك، وأعتقد أنه كير ستارمر مع الوقت سوف تزداد عليه الضغوط، يكاد يتخذ موقف أخلاقي
لأنه هو عاجز عن اتخاذ موقف أخلاقي متوهما أنه الأرضية الوسطى سوف توصله إلى داونينج ستريت. فهذه قضية، لكن هناك أيضا الكثير من القوى الناعمة التي تستخدم في بريطانيا، الكثير من الكتاب والمغنيين والمثقفين والشعراء اليوم كانوا في المظاهرة في لندن، وبالتالي الضغوط حتى من الطبقة مش ليس فقط من الشارع إنما أيضا من النخب المثقفة والمبدعين سوف تؤدي إلى دفع النخب السياسية التي تتخوف، وهي ليست فقط في بريطانيا حتى في ألمانيا. يعني المستشار الألماني شولز فأكتر أداء السياسي كارثي للأسف الشديد في أكتر من عاصمة قرار أوروبي. الحقيقة في أنه يعني نقدر نقول أن هناك الشعوب تقريبا الأوروبية تقف في موقف مضاد للحكام للأسف الشديد والحكومات الموجودة هناك. أنا بشكرك مرة تانية كاتبتنا الصحفية الكبيرة أستاذة منال لطفي مدير مكتب الأهرام بلندن. أعود مرة تانية لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ إسلام عفيفي، ويمكن بتتوافق بل تكاد تتطابق نفس وجهات النظر صحيح. مع أستاذة منال. إذا يجي هنا سؤال أستاذ إسلام كصحفي بقى، إيه اللي هنقدر نعمله كقوة ناعمة مصرية وعربية بشكل أكثر عمومية؟ واحد، لدعم جنوب إفريقيا في هذا الإدعاء العادل. اثنين، لمواكبة ما يحدث في أوروبا. يعني نستطيع أن احنا نكون نتضامن مع جنوب إفريقيا في الدعوة أمام محكمة العدل الدولية، وعلى فكره يعني في جانبين في المحاكمه، جانب او شق مستعجل اللي هو وقف الحرب واطلاق النار وهدنه، ده الجزء الثاني الخاص ب استصدار قرار الادانه، قرار الادانه بالاباده الجماعيه، وبالتالي بيتم الحكم على المعتدي بتعويضات ضخمه جدا، وده جزء من المساله. الجزء الثاني في محكمه الجنايه الدوليه، ايضا المحكمه الجنائيه الدوليه ده مسار اخر يمكن من خلاله حبس رئيس الحكومه نتنياهو اذا عرفنا نوصله يصدر قرار الادانه مثل هذا النوع من الادانات، ادانات تاريخيه، يعني انت تلطخ سمعه طبعا الدوله كانها معارك تكسب بالنقاط جميع العمل الامم المتحده، انها لا تحترم القانون الدولي ولا تحترم مواثيق الانسانيه ولا تحترم شرف، يعني خسرت سمعتها وفاتوره كبيره جدا بتدفعها ماديا. وحتى المظاهرات الحاشدة في تل أبيب ضد نتنياهو شخصيا، خلينا أقول كمان أن إعادة تشكيل المنطقة وإعادة تشكيل خريطة المنطقة والعالم من جديد، غزة ستكون سبب في يعني خسارة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي للعديد من حلفاء في المنطقة، وده تهديد كبير جدا. ومش المفترض ان واشنطن تغامر. عايز اقول يا استاذ يوسف حاجه، حضرتك كنت قبل بتسال ما نرجع بسرعه ان انتخابات المقبله في بالنسبه لبريطانيا وبالنسبه لامريكا في نوفمبر القادم حاكمه في كل القرارات اللي يتم اتخاذها على فكره، ومترددين. ديفيد كاميرون نفسه له مواقف ضد اسرائيل قديمه جدا من 2010 امام مجلس العموم، ويعني وشهد عشان الوقت بتاعي خلص، فانا هحتاج يمكن أقل من دقيقة مع أقل من دقيقة سريعا أقول يعني فيما يتعلق دور الدولة المصرية، دور مفصلي ودور أتصور أنه هو تاريخي، وأنه يعني مصر بتستكمل كل تاريخها، كما أن يعني حافظت مصر على هذه الحدود وكانت قوة يعني تكسرت على صخرتها كل أطماع المستعمرين من هكسوس إلى تتر وصليبيين، وفي 2013 تحطم ذلك المخطط الإجرامي في 2013، وأيضا بعد 10 سنوات مخطط جديد بشكل جديد يتحطم على صخرة الدولة المصرية عندما قرر الرئيس السيسي أن هذا خط أحمر لا يمكن المساس به. فأتصور أنه يعني حمى الله مصر بهذه القيادة السياسية وبهذه المؤسسات القوية التي دائما ما تتحطم على صخرتها ومؤسساتها قيادة وحكومة وشعبا كل هذه الأطماع. أنا بشكرك جدا. جملة أخيرة يا أستاذ يوسف، لولا الموقف لولا موقف مصر لتم تصفية القضية قولا واحدا. والله ما كانت خدت أسبوع، ده بجد مش هزار، يمكن الكل يتفق على ذلك. أنا بشكركم جدا جدا وبأسف على دي الوقت. دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية نورتنا، الكاتب الصحفي والصديق العزيز قبل أن يكون الزميل إسلام عفيفي منورنا ونورتنا وسوف تنورنا دائما وتنورونا دائما في البرنامج. خلصت الحلقة لحد كده، صحيح طبعا كل الشكر لأستاذة منال لطفي. خلصت الحلقة لحد كده، حالا هيكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر قادر يا كريم نكون موجودين معاكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.